بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. صلاة يرويها يونس ابن عبد الرحمن عن مولانا الصادق عليه السلام لقضاء الحوائج في يوم الجمعة حتما وقطعا. قال الإمام الصادق عليه السلام: من كانت له حاجة مهمة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة، ثم يصلي قبل صلاة الجمعة، قبل صلاة الظهر، ركعتين. بعد الانتهاء من الركعتين تقرأ فيهما طبعا سورة الحمد وإنا أنزلناه، سورة الحمد وقل هو الله أحد. بعد الركعتين تقرأ هذا الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلا هو، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خشعت له الأصوات، وعنت له الوجوه، وذلت له النفوس، ووجلت له القلوب من خشيتك. وأسألك بأنك ملك، وأنك مقتدر، وأنك ما تشاء من أمر يكون، وأنك الله الماجد الواحد الذي لا يخفيك سائل، الذي لا يحفيك سائل، ولا ينقصك نائل، ولا يزيدك كثرة الدعاء إلا كرما وجودا. لا إله إلا أنت الحي القيوم، ولا إله إلا أنت الخالق الرازق، ولا إله إلا أنت المحيي المميت، ولا إله إلا أنت البديع البديع. لك الفاخر، ولك الكرم، ولك المجد، ولك الحمد، ولك الأمر، وحدك لا شريك لك، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صل على محمد وآل محمد، وافعل بي كذا وكذا، فإن حاجتك مقضية لا محالة. طبعا لا أنسى بأن أشكر الأخوة والأخوات الذين يقومون بكتابة مقطع الفيديو في الردود، جزاهم الله خير جزاء. برنامج صباحات والأيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.